مزول حبايبي وحبيباتي، معاكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا. الموضوع تاع اليوم، الفيديو تاع اليوم هو لو تاغ الجيريان، وو تاغ الجزائري. كاع حبايبي وحبيباتي قالوا لي دي هي كاع الناس داروا هذا التاغ، صوفتي اللي ما درتيش فوالا هذا الفيديو راح ندير لكم الرغبه تاعكم فيه، وراح ندير التاغ الجزائري. قبل ما نبدا حبيت نقول لكم باللي في البداية كنت نحط البيسي تاعي ونجاوب على الأسئلة، قلتوا لي دي هي غيري طريقة تاعك وحطي الأسئلة تاعك في البورطاب وجيبي غير الطوب تاع الأسئلة وجاوبي عليها. فوالا راني سمعت راني عاقلي كيما هكا وراني ندير عليكم، وفوالا البورطاب تاعي جبت فيه الطوب تاع الأسئلة وراح نجاوب عليها. فوالا راح نبداو. ماشي طويلة الوغ، إلا كان عندك شي حاجة باغي ديريها روحي ديريها ومن بعد كينا روحي تفرجي. السؤال الاول، ما هو اغرب مثال او حكمه جزائريه سمعتيها في حياتك؟ هندو الرجليه. اهلا حبيبتي هندو، كاع الناس جيجا نحب كل موت عليكم. اغرب حكمه كي كنت صغيره ماما تي دي فوق نحكي معاها ولا ايا نقولها مام ديرش كيما هكا ديري كيما هكا، تقول تشوف فيا بنص الخزره هذيك كيما هكا، تقول لي واه القطع عامله بوها النط. ايا انا بوها النط هذه كنت حاسبتها اسم، كنت عابه لي اش معناها. ايه قاعده تقول شكون هذا بوها النط، نقعد نسقسي فيها شكون بوها النط، ايه كاع ما بالهاش بيا. المهم كتجيني حاجه بيزار بوها النط. وثاني كي كنت صغيره كنت دي فوا تغلطي ولا يجي تقول لها اسمح لي، كاش واحد يقول لك روحي راني مسامحك دنيا والاخره. وهي هما كيقولوا الاخره زعما الاخره، وانا كنت نبعها كاع حاجه وحده اخرى كنت ندير هكا زعما نخلع شهم يقولوا كنت حاسبه. المهم هادو هما زوج حكم اللي كي نتفكرهم نضحك عليهم. قالت لي سالي سي ميسا دو تيزي وزو، اهلا بحبيبي تيزي وزو، اكبر تحيه ليكم ولكاع لي زالجيريا كيما دارو. قالت لي سالي سي ميسا دو تيزي وزو، حابه نعرف شكون علمك القبيليه بيزو. او حبيبتي عطيتي لي سؤال في كيما نقول لك مون بوين فيف. شوفي انا لي بارون تاعي معلمونيش قبيليه، وانا تعلمتها وحدي وتعلمتها من البيسي ولا هكا الناس دي فوا يقرو معايا فهرم فيها بزاف لي كابيل وكيحكوا معايا ولا غير نلقى واحد زف روح نلصق فيه علمني هادي كي تهضر هادي وندخل راسي ونقعد نسقسي فيهم، ودي فوا يقعدوا يقولوا لي دي هي عيتيني معليش نعيك بصح نضب كلمه ولا زوج خمن والو. انا لا فوا تاعي طبعا برونسياسيون تاعي انا ثقيل، لكن راحتو بزاف لو فيديو تاعي بلي اللهجه تاعي شويه ثقيله في هاد اللغه. نقول لكم سمحوا لي انا ماش قاعده نشوه هذيك اللغه الجميله واللي نبغيها، مي انا ماليش محظوظه كيفكم نتوما تعلمتوها انا ما قدرتش نتعلمها، وهذا بسبب الظروف العائليه اللي عشتها واللي عاشوها جدودي وجدود جدودي. ماما كان في عمرها 13 عام كي لي بارون تاعو حماتو، وبابا تاني نفس الشيء، الوغ هما ما كانوش محظوظين تاني باش تعلموا هاد اللغه. لكن رغم كل هذا انا كيقول لك مازالني حاكمه في الاصول تاعي ومازالني نسي نتعلمها، وهذه هي باه ما نطولش عليكم الفيديو. حاجه واحده اخرى قارون إلينا درت لي ايموشن، قالت لي قريب جيتي من قبل الصيف. حبيبي صحاب الصيف نموت عليهم. بس الصيف حبيبتي شوفي انا ماشيش للصيف صراحه، يعني شوفي انايا كاع الدول كي اليوم كاع الولايات اللي خرجت لهم راني درت لكم فلوق راني حكيت لكم بالتفصيل الممل ودرتها لكم في لاشين تاعي وراح تلقوهم. الصيف ما جيش بصح نحب بزاف 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 ناس الصيف، وكانت عندي حبيبتي صيفيه من تما وكانت تقرا معايا في الجامعه ودوي كلمه زيفط لي جو بوس الصيفين يقولوها باسكو هي صيفيه، وكنت نضحك بزاف تقول لي هي زيفطي لي بستاره ولا حاجه هكا، كانت تعجبني اللهجه تاعها. مي نتمنى كاش نهار نجي ولا هلا. قال لي راهي اي ناس قالت لي دي هي واش رايك في الناس اللي حطوا لي فيديو في اليوتيوب كيما انتيا ما صرالكش مشاكل يعني سخريه ولا استهزاء من طرف الجزائريين، ولا كيما نقولوا يعلقوا لك سلبيات تقوليهم؟ وكان وحده من موراها تاني جاوب عطاتني نفس السؤال واللي هو قالت لي انا حنان من باتنا ونحب ناس باتنا ونحب ناس عنابه نموت عليهم. تحيه الناس باتنا وعنابه. واحد النهار جاتني فكره نحط لي فيديو نتاعي في اليوتيوب وخدمت دي فيديو كليب، ويا يما واش صرالي مشاكل كبار وقربت وصلت حتى المدير تاع ليسي على شعره ويطردني وبزاف حكايات. يعني انت ما صرالكش والو شوفي باه تحطي فيديو في اليوتيوب حاجه الاولى لازم لي بارون تاعك يكونوا راضين عليك، سي بون هذه حاجه الاولى ديريها في راسك. حاجه الزوجه كي تكوني انسانه صادقه مع نفسك وتقولي حاجه من القلب اللي تخرج من القلب توصل للقلب، حطيها في راسك هذه
مبدأ تمشي به، حاجة اللي تخرج من القلب وتكوني صادقة مع نفسك وفريمون حاجة كي باغيتها ولا فريمون حاجة كي حاستها. لا بغات تقولي كاع دي فوا، انا في لي فيديو تاعي نقول جملة غير مفيدة ما عندها حتى اي معنى، بصح الناس يفهموها علاه، بس كوني حاستها عشتها، وهذه هي الحاجة اللي تخلي الناس يتبعوك ولا يخلو الناس يعرفوا انت شكون. باسكو الا كانت تجي باش ديري تجي على جالبه ديري فيديو وصاي، صدقيني ما كاين بزاف من لي فيديو وكاين بزاف الناس اللي يوتيوبرز ويوتيوبر ومشي ناجحين باسكو ما عرفوش المصداقيه، ما عرفوش كيفاش يوصلوا حاجه من القلب، ما عرفوش كيفاش يشاركوا حياتهم. اول فيديو تاعي اللي حطيته هنايا حطيت التجربه تاعي في الجامعه، الا راكم اللي تبعوني كاع يعرفوا هذا الفيديو، فيديو في واحد ال 20 دقيقه ولا هذا الفيديو كيفاش جات لي صور تاعي. جبت الكاميرا تاعي حطيتها فريمون كانت غايدتني عمري، كنت حاسه روحي محقوره وكنت حاسه منها هي قاعده ديفون ما عنديش واحد نحكي معاه، ولا حطيتها شغل قاعده خوي او ميم تو شغل سيك شغل تخيل روحي بلي راني في يوتيوب كيما هكا راني ندير قاعده شعري. شوف هذاك فيديو كان كاتاستروف، مي مالغري كان كاتاستروف مش مكاش كاع حاجه شابه في هذاك الفيديو، لكن هو اكثر من الفيديوهات اللي حققوا مشاهده كبيره. علاه؟ لاني صح كنت صادقه، وصح كي كنت نحكي من قلبي وكنت نحكي واش صرالي. هذاك الفيديو شحال من خطره جربت قبل ما نحطه، جربت ندير فيديوهات اخرين نحكي فيهم، بصح شهوالا ما كانش حاجه خارجه من القلب، كي شغل كنت نحكي به نحكي وبه وصاي، مي قلت حبسي. لا بغات هذوك لي فيديو شابين بصح غادي نحط هذاك الفيديو اللي ماشي شباب واللي ما فيه حتى حاجه مليحه. علاه؟ باسكو كان خارج من واما الناس اللي يحطوا لك تعليقات سلبيه، اللي يبغيك ما بنى لك قصر واللي كرهك ما بنى لك قبر. سؤال اخر قالوا لي اما على الجزائر واش رايك في العنصريه، واللي يسكن في الولايات ماهيش كيما الكبيره ماهيش كيما اللي يسكن في الولايات الصغيره، ونظرت لبعض اللي هم نظره جارحه ومحتقره. سي فري هذه كاينه منها وشفناها بزاف. واحد اللي يكون ماشي غير اللي يسكن في ولايه صغيره راهم يحقروه، هذه الحقره بالعين راهي بارتو كاع وما تروح، مي ماشي بروبليم. شوف الا كان واحد حقرك بالعين علمه وخليه يعرف بلي العود اللي تحقره يعميك سي بون. الا كان واحد لازم نقيموه، ماشي نقيموه حتى ولد من ولا شي عندك دراهم ولا شباب ولا منا، لازم نقيم شخص نقيمه على العلم اللي عنده، نقيمها على الاخلاق، نقيمها على واش هو يمد. فوالا اللي حقرك علمو بلي العود اللي حقرك يعميك، اللي تحقرو يعميك حاجه كيما هكا. المهم دي هي واش هي الحبه الهيبه الحاجه اللي لازم يديروها، ايه واش هي الحاجه اللي لازم يديروها في الجزائر وما يديروهاش، ولا واش نتمنوا يديروا حسب رايك الحاجه اللي داروها في الجزائر اللي شوفي الجزائر كاين حاجه الجزائر فيها كل شيء صراحه، يعني غير حنايا اللي المهم ما بغاش نهضر في سؤال حدو، لكن نورمالمون نهتموا بالسياحه اكثر. الجزائر تتفرد، يا قلت هاني شين تتفرد بالمناطق اللي فيها، ويعني حاجه واو. دخلي غير جوجل كتبي المناطق الساحليه في الجزائر ولا كتبي مناطق طبيعيه في الجزائر وغادي تخلعي. عبالك واحد الخطره دخلت كي معاك خلعت بلي هذه بلادي، مي علاه ما كاش؟ باسكو انا كون نبغى نروح لديك البلاصه حاجه الاولى لازم لي الامن، ما غاديش واحد هو ولا فامي تاعي يروح ما يسبشوني بيت ما يسبشوني ياكل يصيب طريق بعيده، لازم يعني نهتموا بالنجال بالسياحه، مش نشوط السياحه الخارجيه غير سياحه ما بيناتنا وبزاف علينا. المهم دي هي وشي صايبه دي قريتها، دي هي ياك حنا في الجزائر يقولوا عندنا النيف فيك هذا الصفه، غير فيا وبارك كون جيت عايش معايا وي فيا هذه الصفه. يا وجبتك الجزائريه المفضله وما هو اسخف شيء في الجزائر بالنسبه لك؟ شوف تعطيتني زوج اسئله نبيله، غادي نعطيك انا غادي نجاوب على سؤال واحد اللي هو واش هي الوجبه تاعي المفضله. حبيبتي انا امازيغيه والامازيغ هما اللي صنعوا الكسكس، الور انا نعشق حاجه اسمها الكسكس. حتى بورطال نبدا نحكي لك، ناكل كسكس بالبن، ناكل كسكس بالحليب، ناكل كسكس بالرايب، ناكل كسكس بالقهوه، ناكل كسكس بالجبن، ناكل كسكس بالدلاع، ناكل كسكس بالعنب، ناكل كسكس اي حاجه تتسمى ماكله ناكل فيها الكسكس. ما كسكس نحب حاجه اسمها كسكس، ونحب اغروم اللي ديره لي لا فامي تاعي، عندي وحده لا فامي تاعي كل مره تقول لهم هاكو هذا الحق دي هي بعثته لها، يا عمري نقول لها شكرا ليك بزاف كسكس. لو كان يقولوا لك وصفي وهران ولايتك في شي صوالح فيها غير هي من باقي الولايات وانت
واش هما صوالح اللي حابه تقول لهم ولا توصفيهم؟ شوفي حبيبه، الجزائر بصفه عامه ولا شمال افريقيا ولا كل ولايه عندها الشارم تاعها، كل ولايه عندها حاجه اللي تميز بيها. وهران بار اكزومبل عندها بزاف صوالح، ماشي ما كانش، لكن اللهجه تاعهم يقول لك اللي يجي من وهران غير يقطع القلب. سي فري اللهجه تاع وهران شابه، انا بايزوم تعجبني من ناحيتي انا كي دهي، تعجبني اللهجه تاعهم. وراهي واش تلبسي في العراس، واش من فريق تشجعيه؟ زوج اسئله غادي نجاوب على سؤال واحد. واش نلبس في العراس؟ سا ديبو على حاجه، على حسب داك العرس وراه طايح زعما في الصيف في الشتاء في الربيع منا، وعلى حسب ما عندي في القش في الميريو. بصح شهوه لا كاين حاجه في العراس توجور نديرها، اللي هي لازم في العراس نلبس لبسه تقليديه وسيرتو اللبسه الشاويه ولا لبسه تاع لي كابيل، لازم نلبس هادو زوج، واحده فيهم لازم تكون معايا. فوالا. سلام، دي هي اسمك شباب، ميرسي حبيبه ايناس، وانا نحبك بزاف بزاف يا عملي يا عملي ولا ملي، وانا نحبك نحبك نحبك. قرعين قرا، نحبك بزاف. وراهي وراهي وراهي، واش رايك في القرايه تاع الجزائر؟ بصراحه القرايه تاع الجزائر واش رايي فيها؟ شوفي القرايه بصفه عامه في الجزائر بروبليم في ثلاث صوالح، يا في الناس اللي قروا، يا في الناس اللي يقروا، يا في البروغرام. لكن الباك تاع الجزائر، الباك اللي فوتته انا، عبالكم بلي فوت زوج تاع الباك، الباك الاول تاعي ديته بتخيص، والباك تاعي الزوج ديته تقريبا 17. الوغ الباك اللي فوتته انا في الوقت تاعي كان فريمون حاجه توب، مالغري ما يحتفوش به عالميا، ما كان ما دخلني في العالم، انايا فريمون حاجه توب. بروغرام تاع اللي قريت هنا في الجامعه، قريت انجينيور سيونس ايكونوميك، نفس البروغرام اللي قريت بيه كانوا يقروا فيه في لوروب. لكن كي قلت لك بروبليم، يا في الناس اللي قروا، يا في الناس اللي يقروا، يا بروبليم ان ام دي، راكم مع بالكم ان ام دي بلا ما نحكي لكم. المهم المهم المهم، خلونا السؤال هذا ما نحكوش فيهم، وما بالش كاع حاجه دخل هذه الكيستيون. واه لو تاك الجيري، حاجه على الجيري. السلام عليكم، دي هي الزول، بغيت نسقسيك ما هي الولايه اللي رحتي ليها وعجبتك ولا قالوا لك عليها ولا راكي باغي تروحي لها؟ باي حبيبه الزول، كسموه العربي دياز، اهلا العربي. شوف حبيبنا، انا دركا شوف كاع الولايات اللي رحت لها، راني درت لكم فلوغ وراني وريت لكم وحكيت لكم معايا بالتفصيل المهم كاع الصوالح اللي ولات الاخر. لكن الولايات اللي راني حابه نروح لهم، راني كاع الولايات حابه نروح لهم، لاني عندي حبايبي كاع تماك، وراني فريمون هكا بلادي حابه نكتشفها، يعني تبقى تزوقها بزوقها كيما قال لك اي هذاك الاخر قدافي في كلامه زنقه بزنقه. المهم الزفل، وراهي طلعت عبالك درت لها هكا راحت، وراهي هودي شويه سلام بزاف سي بون، هذا صاي هذا صاي ها ها سفلاون او تما ام هي ولا صاي هاول صافو كاتاستروف، صافو كاتاستروف. قال لي الزوف اللون الزول او تما الزول. دي هي، من هو الممثل الذي تحبين في الجزائر وتحية تويتي تويت؟ شوف انا يا عبالكم بلي درت لكم واحد الخطره بلي ما تفرجت التلفزيون، ماشي كي نقول لك ما تفرجت التلفزيون معناها جامي في حياتي تفرجت التلفزيون، ومشي معناها ما تفرجش كاع صايمه في حياتي على التلفزيون. نو دي فوا نكون مع لا فامي تاعي نتفرج، دي فوا صحاباتي يقولوا لي بلي كاين ميسيون شابه نتفرجها باغ اكزومبل قهوه الكوست تفرجتها. بصح من ناحيه تاع التلفزيون اختك منايا خاطيني تلفزيون وحاجه الزوجه خاطيني. بصح 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 كاين غادي نحكي لك عليه، تفرجته قهوه الكوست تبعتها ويعجبوني فيها زوج هما. بشوف كاين بزاف ناس فاتوا فقط القسطه، لكن اللي مازالني حد الان نتبعهم هما خساني، وتاني قرعني كاتب الاسم تاع هنايا جمال زيرك. جمال زيرك غير شوف نقعد نضحك، مازال ما بدا يقول والو انا نقعد نضحك باسكو نعرف بلي غادي يقول حاجه كيما هكا. لكن كاين بزاف ناس ممثلين بايزون كيما علي واد كاع نديرو هكا لي مورفل تاعها نديروهم، مي انايا من هاد الناحيه مانيش متقفه منها بزاف، يعني اسمح لي ما نعرفش نكذبش عليك ما نعرفش. المهم ليديا، ليديا ايوا ليديا، واش هو ريستورو اللي تموتي عليها في دي زيد؟ واش هي لونيفرسير لانيفرسير لونيفرسيتي اللي تحلمي تدخلي لها في دي زيد؟ واش يعجبك بزاف لي الجيريان؟ شوف انت عطيتني بزاف اسئله ليديا، ديزولي مشي انت انتيا غادي نجاوبك على حاجه واحده. واش يعجبني في لي الجيريان؟ شوفي لي الجيريان بصفه عامه بلاده، يقول لك بلادي شكون بيستان، يقول لك بلاده كاع الصوالح اللي مشي مليح يقول لك في بلادي. بصح روح نتايا وقول له كلمه مشي مليحه على بلادك يقطعك حي نورمال. تعجبني فيهم هذه الحاجه، جو بونس هذه هي اللي يسموها النيف
لو كان يقولوا لك خيري ولاية تعيشي فيها من غير ولايتك، واش تخيري؟ نعيش فيها زعما كاع، نعاد ندير كل، شوف كل عام نعيش في ولاية 48 ولاية، هذيك هي كل عام نعيش في ولاية. نعاد عليه الصراحة. مي لو كان نبدا بالولايات اللي يحكوا فيها الامازيغية بزاف، علاش؟ باسكو اللسان تاعي ثقيل وما نعرفش نهضرها غاية، وباغي نتعلمها وما عنديش اللي علمني وحوس اللي علمني. الوغ نبدا بهذوك الولايات، ومن بعد كاين ولايات كاع تاع الجيران ندور عليهم. واتسوف قالوا لي روحي لواتسوف نجيبوا لك واحد الماكله شابه يديروها تماك، نروح على جال كرشي. امين قال لي دي هي السؤال تاعي، هو فيديو تحبي ويدا تحبي الحلويات الباتيسري، حكينا على كرشي، جا سؤال على الكرش على الماكله. باسكو انا نخدم حلويات والباتيسري لهنا في الجي، وين نحب الحلويات ونحب الباتيسري، ونهار يجي عندك ونهار يجي الجي نجي عندك ناكل ما غاديش نخلص. دي هي صبعي ديما طيب قالت لي دي هي السلام عليكم، سلام حبيبه الزول، قالت لي تحيه ليك يا عمري، شكرا حبيبتي. من سيدي بالعباس، سيدي بالعباس خير الناس، نحب بزاف بزاف سيدي بالعباس، وعندي حبايبي بزاف من تماك، وعندي لي فان تاعي بزاف تماك، سميتكم عائلتي، باش عندي ناس نحبهم من تماك. سيدي بالعباس اختي عندي كيسيون، لو كان تجيك اوكازيون تروحي للخارج، اسكو تمشي وتعيشي تما، ولا تبريفيري تعيشي في بلادك خارج غير تحواس وبرك؟ بي اس جو تادور تيما يا عمري، جو تادور اوسي حوزي 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 خملاخ كم. شوفي الا كان نعيش كاع وما نوليش، ما نقدش ما نوليش، لازم نولي. لازم تولي، بصح الا كان نروح ونولي واه بوركوا با. شوفوا ما نكذبوش على بعضنا، راني قلت لكم هادي حنا كاع تكون جينا اوكازيون نروحوا للخارج نروحوا، مي ا كونديسيون نروح ونولي، باسكو ما تقدش تروح وما توليش، ظلم ظلم كبير، ما نقدش نروح ما نوليش. سؤال دي هي حبيت تسقسيك في العرس تلبسي واه قلتها هادي صاي جاوبت عليها. طه واش هي البلاصه اللي تعجبك في وهران؟ شوف وهران يعني فيها بزاف اماكن شابه. شوف البلاصه، شوف من ناحيه تاع التسويق نبغي سونتر فيل لي زاركاتو اللي نقعد نشري منهم صوالح يعجبوني بزاف. كاين واحد الجاردة في وهران تعجبني، نروح لهادي فكون كارها كيما كان ندير كيتمان في ودنيا، ايا نروح نقعد تما نشوف الناس يلعبوا مع الدراري، يعجبوني الدراري هكا يقعدوا يلعبوا كل شيء زعما فريمون توب. لا كورنيش كنت يعجبني لا كورنيش كي كنت صغيره هكا يفوتوا لا فامي ولا، مي دوكا فريمون مانيش نروح لا كورنيش ما باليش عليه. المهم اذا قالوا لك دي هي انت غيري في الجزائر، ماذا تغيري وماذا تتركين فيها؟ شوف من ناحيه تاع نغير، انا قلت لكم وراني نعاود فيها شعرها 19 دقيقه واو. الجزائر حنا ما خصنا والو، من ناحيه تاع دراهم، من ناحيه تاع العقل لي زالجيريا شمال افريقيا كاع بارتو خرجوا منا العباقره تاع العباقره، ما خصنا والو، عندنا بروبليم لي المورال طايح، هذه حاجه. حاجه واحده اخرى كاين شي صوالح كيما هكا وما نقدش نحكيها لكم، وانا ما نحكيش فيهم، ما نحكيش. مي كون بالك كنت هاكا تبعت لي ميساج بريفي بالك رد عليك، كي دايره لي خمزه كي دايره دي خمزه ولا شايره. بصح غادي نقول لك حاجه، بايزون كنا نقولوا لي غيري حاجه، راح نغير الحكره بالعين باسكو يحوروا بزاف وبالعين، وراح نغير حاجه تاع تخطي راسي وتفوت باسكو هذه خلاتنا تاليه وحده خون قدامك، ولا الثالثه اللي هي تمشي يقول لك مشي الحيط الحي، هذه تاني ما تعجبنيش بزاف كيما قلت لك ماهيش حاجه. المهم واش من ولايه تحبيها اكثر؟ شوف انا ما زرتش كاع الولايات باش نقول لك واش من ولايه نحبها اكثر، لكن كل ولايه تميز بحاجه، كل ولايه نحب فيها حاجه. شيماء من هو افضل مغني بالنسبه لك؟ شوفي ما كاش افضل مغني، مي كاين توب، عندي توب 5 ولا كيما هكا توب 3 ولا ما باليش نبغيهم. شوفي رقم 5 يعجبني، كاين واحد الغنيه تعجبني تاع ها حي عليا، ما باليش على كاع تعجبني تاع الزهوانيه، و توجور كنت ديرها لهم في الاذاعه وكاع كانوا يبغوها، ما باليش هكا نحس بلي الروح تاع ديك الغنيه فيها حاجه شابه هكا بنه، نحس بالبنه. وحاجه الرابع خالد،
غدا على الشخصيه تاعه ولا على المواقف تاعه ولا على حياته، انايا نقيم الانسان على حسب ما يقدم. ما نقدرش نقول له خالد ما يغنيش غايه ولا نكذبوا على بعضنا. خالد عنده لا فوا وعنده بزاف اغاني فريمون توب. حسني اختي نيميرو 3 حسني. حسني ما كاش واحد في الغرب ما يسمعش حسني، كان حبوا حسني نسمعوا له. الزاوج اللي هو ايدير، نموت على ايدير. عبالك كي نسمع ايدير هكا نحس نحب ايدير. وكاين واحد كل ما نسمع له نبكي، ما باليش عليه نبكي بيه، نحبه اللي هو معطوب الوناس. وكاين واحد الاغنيه فريمون كل ما نسمعها شلون نقول نقول داك نبكي وخناين تسيلو والدموع كيما هكا وماسكارا تاعي قاعد هودوني البشعه. كيش نهار تلقاني في الطريق ولات بغيت تشوفني كاع ما كاينش تاعي دو دير لي اغنيه تاع معطوب الوناس وغادي نقعد نبكي لك تما. المهم، ما هي اجمل مدينه؟ صحيح رجعنا عليه. ما هي العاده اللي تكرهيها في الجزائريين؟ ديجا قلت لكم تاع تختار راسي وتفوت تاع الحقره بالعين باسكو يحقروا بعضاهم. وراهي ثاني نورمالمون ديجا جاوبت عليه. وراهي سونيا، واش هو المثال اللي تمشي به في حياتك؟ اي واش هو المثال اللي تمشي به في حياتك؟ كاين بزاف امثال نمشي بهم في حياتي، ويمكن ندير لكم كاش نهار فيديو على اكثر امثال نمشي بهم. مثلا الباب اللي يجيك منه الريح سده وسريح، ولا اللي قلت لكم عليها شويه هكا اللي باك مبنى لك قصر واللي كرهك مبنى لك محفر لك قبر، ولا مثل تاع هذه مثل مصري هذا ما تلصقش. شو ثاني كاين بزاف بصح مش عاقله عليهم دركا، مي كاين بزاف. وراهي هادي ما هي العاده اللي صاحي دير جاوبت عليه صاحي دير جاوبت عليها. هذا كيستيون طويل. دي هي حبوبتي يا عملي، اسك جيتي البسكرا من قبل؟ نو ما جيتش البسكرا، ما جيتش البسكرا. او تاعي حابه نجي هاك شي نهار. قال لي اسك جيتي البسكرا من قبل؟ او نو ايموشن هذاك، نحبك وحابه نشوفك، نتمنى تقولي لي اسمي رانيا. هارت نسيت حبيبتي، حابه نسقسيك في واحد السوجي. ايه هذه حاجه خاصه حبيبتي رانيا، من مسكره نحبك، ما جيتش بسكره حبك شنو نجي لها. المهم ديما قالت لي سالي سي دعاء، حبيت نعرف واش اكثر بلاصه تعجبك في الجزائر. هذه ديجا جاوبنا عليها تاع بلايص اللي عجبوني في الجزائر ولا اللي رحت لهم. ازيل لو كان يديروك في بلاصة بن غبريط، شو تغيري في التعليم في الجزائر؟ ونكون يديروا في بلاصة بن غبريط شو غيري في التعليم؟ في التعليم شوف انا كاين حاجة واحد الهضرة سمعتها وفغيمو اثرت فيها بزاف في التعليم. قال لك اكبر مجرم في العالم هو الاستاذ تاع العلوم ولا تاع الفيزياء، يعني العلوم بشكل عام، يخلي لك مادة مواد العلمية مواد مملة تكره حياتك باه تدخلها. هذا انا اعتبره مجرم صراحة، يعني سي غراف. مواد العلم نو ما مو تدخل وانت فرحان، العلم متعة، العلم حاجة هكا تزيد لك في الروح، حاجة تتبغي تديرها، ماشي حاجة تقرا باش تعيش. قال لك واحد الخطرة قريت في الفيسبوك، قال لك التعليم، التعليم زعما اللي تقراه في المدرسة كل شيء يجيب لك المعيشة، حياة المعيشية زعما تاع تكمل خدمة وتروح تخدم باش تعيش، لكن التعليم الذاتي يجلب لك ثروة. فاليتو كيفاش الناس اللي يحصلها كيما الناس بك اللي يقول لك عطيه لي قاري الله لا يفهمه، عطيه لي فاهم الله لا قراه. درك لا عطيه لي قاري وفاهم، الدنيا تبدلت. المهم نخلي الناس تبغي تقرا ماشي جايه باش تدي نقطه. ما باليش كاع كيفاه ديرها هذه لي زارجي ما يحبوش يقراو، ماشي كاع صدقوني نبغوا نقراو غير ما باليش كيفاه. سالي صاحي دقيتها وراهي سي بون كملوا كملوا. قاري شوف بحري مازال بحري، قالي اسكو نتيا من كابيل ولا وهرانيه دوريجين؟ انا من كابيل حبيبي. قلت لكم انايا العلاقه الوحيده اللي ما بيني وبين القبائل هي زيت الزيتون. انا امازيغيه وتغيدني بزاف بزاف كي نشوف واحد حاسب روحه امازيغي ما يعرفش معناها امازيغي. يقول لك امازيغي معناها تكون معناها لي بارون تاعك من جيجل ولا لي بارون تاعك من تيزي وزو، هادي ماشي نيشان. امازيغ كاع شمال افريقيا امازيغ، والامازيغ ماهمش غير لي بارون تاعهم كابيل ولا لي بارون تاعهم شاويين ولا لي بارون تاعهم شرح، لي بارون كرني يطلق فيها الماء لي بارون تاعهم
كاش نهار ندير لكم فيديو نفهمكم فيه شكون الامازيغ وعلاش، وما تخليش واحد يكذب عليك ويقول لك باللي غير حنا امازيغ وانتم ماكمش امازيغ، كشغل باغي يحتكروا الامازيغ غير ليهم هما. هرز طيح في واحدين كيما هادو وتامنهم. واحد الخطره نحكي لكم استوار صايره. واحد الخطره شفت في الجامعه تاعنا كنا مادام سي بون فيديو كمل كلشي وعبالي بلي نبغوا نحكوا مع بعضنا. في الجامعه تاعنا كي كنت نقرا عارفين بلي دي هي ومنا وبلي انا امازيغيه ونقرا في هاد الصوالح وكشي، هي قالوا كاين زوج داب زوما بيناتهم، واحد يقول له بلي حنا عرب والاخر يقول له بلي حنا لي كابيل. اي عيطوا لي انايا هذاك اللي زعما حاسب روحه امازيغ عيط لي زعما بان شهد معاه نعطيه الحق نقول لك انايا كابيل وهي امازيغيه يا سيبون توش. اي جيت كيما هكا قلت له شكاي منا قعد هذاك بلبل وقعد هذيك بلبل. شفت فيه قلت له لا نتايا فيك ريحه العرب ولا انت فيك ريحه الامازيغ. قلت له واحد اخر يجي براني ما يعرف حتى واحد فيكم ما غاديش يقدر يفرق ما بين كابيل وما بين العربي، مش قاش ديروا هاد العنصريه وهاد الصوالح. شغل حاجه يصنعوا لك مرحبه قبه، فهم كيفاش حاجه ما كاش كاع يصنعوا يحبوا يصنعوا لك لي بروبليم وصاي. هاد الناس حافظوا روحكم منهم. شو بغيت نقول لكم؟ بغيت نقول لكم نحبكم وصحيتي بزاف بزاف وصحيت بزاف بزاف على اللي صبرتي معايا والفيديو جا طويل بزاف عبالي راهي فيه 21 دقيقه كيما هكا نورمالمون راه مسلسل ماشي فيلم. المهم نقول لكم نحبكم وصحيتي بزاف على صبرتي معايا وكانت معكم حبيبتكم اللي هي اللي تحبكم قد الدنيا. اذا كنتي جديده معايا وعجبك عجبتك انا كانسانه ولا عجبتك العقليه تاعي حبيتي تعرفيني انا اكثر روحي شوفي لي فيديو تاعي في القناه تاعي سموني دي هي ولا ديري لي ابوني في لاشين تاعي في ديك الحمراء من بعد كي نحط لك هنا ديك الحمراء كي دايره وهكا يوصلوا كان فيديو تجديد تاعي. نقول لكم نحبكم وتهلاو في روحكم واذا كنتو حابين ديروا لا كنتو حابين ندير طاق واحد اخر قولوا لي. بو لو مومو كاين بزاف ناس قالوا لي دي هي ديري طاق تاع لو خياروني وقلت لهم ما عنديش واحد باه يدير معايا لو طاق لو تاع لو خياروني. اي قالوا لي ماشي بروبليم، قالوا لي حنا نعطوك اسئله وانت خيري بيه بيناتهم. زعما بايزو نقول لك لو خيار واحد يحط لي كيسيون نقول لي لو خيارك تاكلي غريلو ولا تركسي في الزنقه عيطي تقول لها او لا انا مخير كذا ومخير كذا ما باليش حاجه كشغل بانت لي حاجه ممتعه. المهم فوالا هذا هو الفيديو كمان نقول لكم نحبكم وتهلاو في روحكم وما تبخليش عليا بلايك.